هذا تصوير الكاميرا الأمامية، شوف مع الحركة نفسها الكمام تم، ما في أحد. هذا على مد الإيد تقريبا، كذي يكون أبعد شيء بالنسبة لي أنا، كذي يكون الحركة طبيعية نوعا ما. شوف الحين بالنسبة حق التصوير مع وقت الحركة، شوف بالنسبة حق اختلاف الإضاءة.
أجرب التصوير الكاميرا الأمامية ضم منخفضة، أنا قاعد أشوف الإضاءة اللي ورانا. نشوف الحين التثبيت على الكاميرا الأمامية بالإضاءة المنخفضة. هذا التصوير الحين وضوح 4K الكاميرا الأمامية مع الحركة الإضاءة المنخفضة. بالنسبة حق الوضوح